ألف مبروك على هالإيفنت الحلو الرائع. شكرا لكم. شكرا لإلك. لو ما أنت حلوة ما سويت معك أنت. يا وصخة، عمر الترفيه والتطور ما كان بهذا الشكل. أنا ما راح أتكلم عن العلاقة بينك وبين ربك بالطقاق جعله ما يردك. أنا راح أتكلم عن الذوق العام اللي من حقي ومن حق غيري. هذا مكان ترفيه، الناس جاية تحتفل في هذا المكان، وانت يستلقه داخل بينهم بسيقانك انت والسلق اللي عندك. في مكان مخصص لكم، روحوا فيه الله لا يردكم، لكن احترموا خلق الله. انتوا على بالكم من الدول الخارجية اللي مسموح فيها الشراب، كل واحد يشرب في أي مكان وأي وقت؟ لا، ما هو بكيفه، في أنظمة وفي قوانين. حتى لما تروح حفلة غنائية في أوتيل أو في مسرح، هل ترقص في الشارع؟ لا، ما هو بكيفك، هذا المكان مو من حقك، ادخل داخل وعيش حياتك بكيفك. لكن الشرع ما هب عليكم، على ضباط الذوق العام اللي عندكم كالشخين بالجاكيتات السود والناس يصورون تشك تشك. ما شفتوا السلقة ذي وهي ترقص؟ ما شلتوها مع السيقانة وطلعتوها برا؟ كثير 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 في مسألة اقتراف المنكرات والسكوت عنها. فلا والله ذولاك اللي قبل النصيحة، رغم ان احنا نقول قال الله وقال رسوله، يعني ما جبنا شيء من روسنا ولا حللنا ولا حرمنا من روسنا، والأشياء التي أبيحت أو فيها حتى اختلاف ما وقفوا عليها، تجاوزوا الحد فيها. وأنا ما أبغى أطيل عليكم حتى أذكر أشياء، لكن تجاوزوا في مسألة، يعني على سبيل المثال في مسألة المعازف. المعازف محرمة في الدين، المباح والمختلف فيه الدف، تجاوزوا الأمر هذا. في مسألة الحجاب ما هو بس كشف الوجه ومن هذا القبيل شوف ذا الحين الشمس يسمون شعور ومكاييج وعبين، فتجاوزوا الأمور هذه. ومع ذلك إذا نوصحوا زعلوا وغضبوا. الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله، اتق الله. الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام خير البشر، فلماذا لا تقبل؟ اقبل النصيحة، ما جبنا شيء من روسنا ولا من عندنا، قلنا قال الله قال رسوله، تبغى خذها ما تبغى شكرا. لما سكت الصالحون والناصحون والمصلحون واللي فيهم خير مثلكم وشرواكم، والله الذي لا إله إلا هو الناس إنهم حتى كرهوا للإنسان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهذا والله إنه نذير شؤم على المجتمع. والله ما فساد المجتمعات ولا هلاكها ولا يعني قلة البركة ولا غلاء الأسعار ولا تقلب الأحوال ولا يعني اختلاف الحياة الدنيا إلا لما تركنا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح فيما بيننا. شكرا لكم، استودعكم الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق. يا شيخ عندي سؤال، الله لهين، ايش حكم زيارة أو الذهاب لمواسم الترفيه لتقيمها هيئة الترفيه منها مصحوبة بشيء من الموسيقى؟ رغم كنت أنا ما أنوي الذهاب للموسيقى. المحلات التي فيها محرمات الإنسان المسلم لا يتلهى بها، يتلهى بالمباحات وبالأشياء التي تزيد من دينه وتقوي إيمانه. ولذلك يا أخي نقول لك ونقول أيضا مجموعة الترفيه، هذا الشعب السعودي له خصوصية، هو شعب بلاد الحرمين، وهذه المملكة لها مكانة في العالم الإسلامي، والترفيه ميادينه كثيرة. أنا أدعو يعني مؤسسة الترفيه أن تستقطب من أساتذة الجامعات السعوديين الذين عرفوا بمحبتهم لهذا البلد وصلاحهم وسعة أفقهم أن يشاركوا في صياغة الترفيه في هذا البلد الذي هو يعتبر يعني قائدا للعالم الإسلامي، له مكانة عظيمة ورفيعة. أدعو هيئة الترفيه إلى أن تختار نخبة من هؤلاء وتجعلهم يشاركون في صياغة الترفيه الملائم للشعب. نعم، الناس يحتاجون ترفيه، لكنهم لا يحتاجون ترفيها يقربهم من الشيطان ويبعدهم من الله. جزائر. نحن هذا البلد الحمد لله بلد معطاء، فيه عقول نيرة وكفاءات عظيمة، لو استثمروا لأثمروا شيئا يرقى بالترفي عندنا لأن تستورده. البلاد الإسلامية في حاجة إلى استيراد الترفي. نعم. الذي يقرب من الله تعالى. السلام عليكم. خلك في حالك، دع الخلق للخالق، وش دخلك فيهم؟ هذه العبارات هي من ضمن الأسلحة التي يستخدمها بعض الناس ضد من يقوم بدوره في الإصلاح ودعوة الناس للخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا في حقيقته كلام باطل ساقط لا وزن له من ركائز المجتمع المسلم، الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
وقال سبحانه في سبب هلاك بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لوط قومه كانوا ترى في حالهم يفعلون فاحشة في حالهم، لكن تدخل لوط في شأنهم إقامة لأمر الله ونهي للمنكر. فلما تكبروا عن ذلك قال سبحانه فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. في البخاري ومسلم سألت زينب بن جحش رضي الله عنها أمنا قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، الخبث المعاصي الفسق والفجور، إذا كثرت هذا نذير شؤم وهلاك المجتمعات. فدور هذا المصلح، المعاصي موجودة في كل عهد، ولكن دور المصلحين هو تخفيف هذا المنكر، بيان الحق للناس، رفع منسوب الحياة عندهم. فمن أعظم الباطل صد المصلحين بمثل هذه الكلمات خلك في حالك، لا، هو دوره أن يحمي المجتمع من أمثال الفجرة والفسق. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بطاعة الله ولكنهم فسقوا واستكبروا، النتيجة فدمرناها تدميرا. نسأل الله السلام والعافية. فما دام الناس يتعاطون الحق فيما بينهم فهم على خير، والمعاصي موجودة في أفضل العصور إلى يومنا هذا، ولكن ما دامت شعيرة الأمر المعروف عن المنكر قائمة فهذا صمام أمام في المجتمع، ونبرأ إلى الله من كل أحد يفسد دين الناس وأخلاقهم. نرجو من أخواننا في هيئة الترفيه أنه يعني يشوفون حل، هذا أقسم بالله ما هو ترفيه، هذا انحلال الانحلال، هذا تسيب فوق التسيب، وهذا عبث فوق العبث. يعني السعودية ايش فيها؟ السعودية قاعد عشان يصير فينا زي كده وبالسرعة هذه، يا اخي خذونا يعني حبة حبة. يا اخي لو بتدشرني خذني حبة حبة يا اخي، مو كده يا تركي آل الشيخ، مو كده يا تركي آل الشيخ اللي قاعد تسويه هذا يسمى في علم الأحياء العملية اللامنطقية. يا رجل اتق الله، انت في المملكة العربية السعودية، انت في بلاد الحرمين الشريفين، يعني انت في اعظم مكان في العالم واطهر مكان في العالم، قاعد يشوف هذه المناظر الخلاعة وليس الخلابة، الخلاعة، المناظر هذه التي يعني لو الواحد يعني ينظر اليها امامه ممكن يعني السعودي تجي سكتة. يعني الله يرحم والديكم، شوفونا صرفة، يعني ايش اقول لكم، طفوا السعودية وشغلوها مرة ثانية، إذا السعودية خربانة طفوها وانفضوها ورشوها بشوية موية وشغلوها مرة ثانية لعل وعسى نفوق من اللي قاعد نحصل، هذا علاج ما بعد الأحياء هذا. يعني يا ناس يا عالم، واحد يفهم ولا واحد يدق عليه ولا واحد يحرك شويتين ويصحصح ويقول له فوق من اللي قاعد تسويه هذا، فوق، ترى احنا ما احنا قد الأشياء هذه، احنا ما احنا قد هذه البلاوي وهذه المناظر الخلاعة وليس الخلابة. متى يجي في نجد حسن التدابير، ومتى يجي للصابرين انفراجي، عقبان نجد مسخرين الطوابير ينثر لهم الحب مثل الدجاجي. فيصل بن سلطان بن حميد يوم ما حد عنده الجرأة ولا الشجاعة يتقدم وينتقد هيئة الترفيه وينتقد الانحلال اللي جات فيه، تقدم كتب عدة تغريدات انتقد فيها هذا الشيء اللي ما حد راضي عنه ولاقت قبول عند الشعب، وكان لها أثر كبير، أثر النار على الهشيم. يذكرني بأبيات يقول ما دام جودات الفتى من ذراعه فأنا طويل الباع ماني مجهول، إن قدموني لا بتظرف ساعة قدمتهم مقدار 15 حول. ربعي عتابه، ترى اللي سواها أميرنا ما هو بي رجل يسويه، والله لا شيوخ قبائل قدروا عليها ولا أحد من الشعب ولا أحد من المسؤولين. تقدم لها وصدح بالقول، قال هيئة الترفيه هذه ما تمثلنا ولا تمثل مبادئنا ولا ديننا، وما هو بيات رجل يسويها، ما يسويها إلا رجل شجيع، وتراه ما سواها لأن عارف من وراها ربعي عليهم العلم، ولا حد على الفعل ذا إلا غيرة على دينه. الرجل اللي ما فيه غيرة على دينه ما فيه خير. ولم سلم جات المزاين، طلعنا
عتابة كلها طلعت عيون لطام ناقة طلعناها سووا لها مسيرة لخبطت أوراق الحكومة صارت الحكومة تحل وتربط فربعي يا ربعي تكفون يا عتاب تكفون ابن حميد لا يلحقه ضيب تكفون يا ربعي أنا ما عندي مشكلة باللي حضر أو يشوف المقاطع وضميره شغال يدري أنه هذا ذنب اللي صار أنا عندي مشكلة باللي يقول يا أخي عادي يا أخي لا خلي الناس مبسوطة ما فيها شيء يا جماعة الخير وش الفرق بين آدم وإبليس كلهم عصوا ربهم لكن آدم اعترف بالذنب قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا اعترف فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لكن إبليس كابر عشان كذا آدم وبني آدم إذا عصوا واستغفروا الله سبحانه وتعالى واعترفوا بالذنب الله يغفر لهم لكن إبليس والشياطين لا لأنهم كابروا وعاندوا وقالوا ما فيها شيء ما سوينا شيء فيا جماعة الخير هذا الفرق بين إبليس وآدم باللي يعترف بالذنب واللي ما يعترف الفئة الثانية يا جماعة الخير اللي يشوفون الناس اللي تنكر وتنصح ويقول اشتبي بالعالم خلهم كيفهم يا خلهم مبسوطين أو أنه تجي تنصح ويقول لك يا أخي أنا عقلي براسي وأعرف خلاصي أنا مقتنع بالشيء هذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وش الذنب العظيم يا رب اللي خلاهم يستحقون هاللعنة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ما كانوا يتناهون عن منكر والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول بعد وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون يعني يدعون الناس ويصلحون الناس فيا جماعة الخير إذا شفت الناس اللي تدعي وتنصح بالعكس قول الحمد لله احنا بخير ما زلنا بخير يا جماعة الخير فلا توقفهم لا تثبطهم لا تحبطهم لا تقول لهم أنتم غلط لا بالعكس إلا خلك معهم وقول كفو جزاكم الله خير لأن الله سبحانه وتعالى يمكن يرحمنا على كثر معاصينا بسبب نصيحة من شخص واحد لأنه يكون مصلح ما هو صالح فيا جماعة الخير الله يكون بعون الباقين إذا أعجبك الفيديو من قناة ثقف عقلك لا تنسى الإعجاب والاشتراك.